هل يجوز النظر إلى الدكتورة بحكم أني أحتاج نصائحها ولا يوجد أحد غيرها؟ سؤال أنها من الأفضل في هذا المجال. ما في بس خذ نصائحها، بس ليش طالعها؟ يعني مو لازم طالعها، نزل عينك يعني ما يترتب على النظر إليها. يعني مو قاعد تعلمك مخارج الحروف عشان تشوف منين يخرج الحرف ونين. يعني بتسمع نصائح السمع بالأذن، غض النظر واسمع منها بدون النظر إليها، والله المستعان. نعم.